مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا كالعادة إن شاء الله بإذن الله. حلقة هتكون مهمة جدا، عندنا أخبار كتير قوي بتتعلق بالنادي الأهلي اللي بيستعد لمرحلة جاية مهمة جدا جدا، سواء في بطولة الدوري وإنهائها بشكل رسمي إن شاء الله من خلال مباراتين، مباراتي المقاولون العرب ومباراة نادي الزمالك، وكمان فيما يتعلق بالموسم الجديد واستعدادات النادي الأهلي القوية جدا للموسم الجديد. كمان هيكون عندنا أخبار أكيد متعلقة ببطولة الأمم الأفريقية اللي خلاص قربت على الانتهاء من خلال دور نصف النهائي اللي هيتلعب بكرة، وبعد كده إن شاء الله مباراة النهائية هتكون يوم الجمعة القادم. للأسف الشديد مصر لا في الدور نصف النهائي ولا كانت حتى في دور الثمانية ولا هتبقى في دور النهائي، والواحد لحد دلوقتي فعلا للأسف الشديد مش مصدق خالص خالص إن المنتخب المصري وهو على أرضه وسط جمهوره مش موجود في بطولة الأمم الأفريقية، لكن اللي حصل. فبالتالي إن شاء الله النهاردة هتكون حلقة غاية في الأهمية. ضيفنا العزيز النهاردة اللي هينورنا وشرفنا في الاستوديو الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهورية، وهنتكلم بشكل مفصل في العديد والعديد من الملفات الهامة جدا على الساحة الرياضية المصرية. قبل الكلام الكتير اللي عندنا خلينا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا وزير الرياضة يضع تصوراته لإخراج الكرة المصرية من كبوتها قبل اختيار المدرب الجديد، يجب تحديد ما نريد منه. اللجنة المنظمة للكان تضع اللمسات الأخيرة على حفل الختام. محمود أبو الرجال أول حكم مصري يدير مباراة بتقنية الفار. شوقي غريب: نبني منتخب جديد قادر على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. لاعبو الأهلي الدوليين ينتظمون في معسكر إسبانيا. والأهلي يواجه أوكام الإسباني وديا الاثنين. طيب نبتدي باخبار النادي الاهلي، واكيد اخباره بتهمنا جدا جدا خلال الفتره دي. الفريق زي ما حضراتكم عارفين في معسكر مهم قوي في اسبانيا، بيستعد للفتره الجايه المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وهي فتره حاسمه لبطوله الدوري. فاكرين كده حضراتكم زمان شويه من كام شهر كده النادي الاهلي، او من سنه تقريبا يعني، كان بدايه بطوله الدوري اللي لسه ما خلصتش يعني، لكن كان دايما بيتقال ايه ان الاهلي ابتدى بدايه سيئه جدا جدا بطوله الدوري، وخلاص المنافسه ما بين فريقتين بس، وتصريحات كتير من هنا ومن هنا، والاهلي خلاص بره المنافسه، والاهلي دلوقتي الاهلي الاقرب لحصد بطوله لقب الدوري ان شاء الله باذن الله تعالى مع نهايه هذا الشهر. عندنا ماتشين مع المقاولين العرب ومع الزمالك، وقبليهم وارد ان الزمالك يتعادل مع الجونه في المباراه اللي هتكون مؤجله ليوم 21، هتكون يوم الاحد مش اللي بكره اللي بعديه ان شاء الله. فبالتالي يبقى الاهلي اصبح بطل لبطوله الدوري، حتى لو تعادل نادي الزمالك باذن الله هيبقى خلاص المباراتين بتوع الاهلي مع المقاولين والزمالك تحصيل حاصل. فعموما يعني النادي الاهلي مع نهايه بطوله الدوري اللي كانت المفروض تنتهي قبل بطوله الامم الافريقيه، المفروض يعني هو خلاص الاقرب ان شاء الله لحصد هذا اللقب، رغم كل الظروف وكل الاستثناءات وكل الصعوبات اللي مر بها النادي الاهلي مع الموسم الحالي. فبالتالي في كل الاحوال النادي الاهلي مش دايما هدفه بس ان انت تكسب بطوله الدوري، لا هو ده بيبقى مطلب اساسي طبعا لكل الجماهير الاهلاويه، وبيبقى خلاص اعتادوا على بطوله الدوري. احنا عندنا 40 بطوله ان شاء الله ناخد البطوله رقم 40، لكن دايما الهدف بالنسبه لك ايه؟ انك بتفكر في اللي جاي، البطولات اللي عندك ايه، وابرزهم بطوله دوري ابطال افريقيا اللي فيه تركيز شديد كالعاده من قبل المسؤولين والجهاز الفني واللاعبين على هذه البطوله. بقى لنا 5-6 سنين ما بناخدهاش للاسف، لكن ان شاء الله باذن الله هيكون في اصرار وعزيمه كبيره جدا جدا عند النادي الاهلي بكل المسؤولين فيه وكل الجهاز الفني واللاعبين ان هم يحققوا هذا اللقب. علشان كده الفتره الحاليه مهمه جدا جدا في الاستعداد للموسم القديم والجديد بالنسبه للنادي الاهلي. الجديد هيكون بيتخلله عدد كبير جدا من البطولات اللي ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق فيها. بالتالي عايز اتكلم مع حضراتكم على كل الاخبار بتخص معسكر الاهلي هناك، ونبتدي برباعي النادي الاهلي الدولي اللي كان متواجد مع منتخب مصر، مروان محسن، ايمن اشرف، محمد الشناوي، وليد سليمان. خلاص النهارده ان شاء الله خلال بالظبط ساعه من دلوقتي او اقل كمان هيكونوا باذن الله وصلوا لمقر اقامه النادي الاهلي هناك في اسبانيا. هم اتحركوا من القاهره ظهر اليوم، رحله تقريبا تستغرق حوالي 4 ساعات ونص أو 5 ساعات، يوصلوا لمطار برشلونه منه هياخدوا طياره ثانيه لمدينه أليكانتي
اللي بتستضيف معسكر النادي الأهلي، ومن المقرر ان هم يوصلوا في بالتحديد في تمام الساعة 7 مساء، يعني بعد ساعة العشر دقائق من دلوقتي يكونوا متواجدين ان شاء الله في معسكر النادي الأهلي. وفي الحقيقة تواجدهم مهم جدا جدا جدا، رغم ان خلاص معسكر النادي الأهلي ناقص عليه ايام وينتهي، لكن في مباراة ودية أخيرة للنادي الأهلي في هذا المعسكر، فلازم ان انت تدخل كل العناصر بتاعتك الدولية وغير الدولية كلهم يكونوا متواجدين عشان يكون في انسجام جيد ما بين كل اللاعبين. معنا مين يا جماعة هناك؟ عمر. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز وصديقنا العزيز المتألق عمر ربيع ياسين، وطبعا هو موجود هناك في أسبانيا مع بعثة النادي الأهلي ومرافق للبعثة. يا عمر مساء الفل عليك، ومنور دايما الشاشة قدامنا كده، وعايزين كالعادة نعرف منك آخر الأخبار وآخر المستجدات الخاصة ببعثة النادي الأهلي في أسبانيا. تفضل يا عمر. طيب عمر مش سمعنا لسه، فصل، وهنحاول ان احنا نتواصل معاه تاني، واكيد مداخلة هتكون مهمة جدا جدا من زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين. طيب كنا بنتكلم عن اللاعبين الدوليين، وخلاص ان شاء الله دقائق ويبقوا متواجدين في معسكر النادي الاهلي، وتواجدهم مهم جدا جدا، ان شاء الله هيكون ليهم دور ممكن خلال المباراة الودية الاخيرة، لازم يكون ليهم كمان دور اكيد خلال المرحلة اللي جاية، مباراتين متبقيين في بطولة الدوري، ده طبقا للرؤية الفنية اللي هتكون خاصة طبعا بالجهاز الفني بقيادة مستر لاسيرتي. بالتالي هيكون ليهم برنامج بدني خاص لهؤلاء اللاعبين الأربعة الدوليين، عشان هم أكيد كان ليهم فترة راحة زي ما تم التنسيق مع الجهاز الفني والإداري، وكمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أن بعد انتهاء من بطولة الأمم الأفريقية والخروج المبكر للأسف الشديد من لمنتخب مصر، فتم الاتفاق مع اللاعبين هيكون ليهم بعض الأيام راحة، تقريبا خدوا كده 5-6 أيام تقريبا يعني من ساعة ما خرجنا من البطولة، وبالتالي هيكون ليهم برنامج بدني خاص لان بقى لهم 4-5 ايام مريحين، فهيكون ليهم برنامج من خلاله يستعدوا بشكل قوي عشان يندمجوا سريعا في تدريبات النادي الاهلي الجماعيه، وده هيكون من خلال التنسيق مع مستر الخاندرو طبعا منسق او الخاص بالاحمال في النادي الاهلي. كمان من ضمن الاخبار المهمه، وزي ما قلت لحضراتكم، الاهلي واجه اوكام الاسباني والدين الاثنين، واحنا شفنا مباراتين حتى الان للنادي الاهلي، مباراه كانت امام فريق سوكر سمارت الاسباني وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 9-0، والبعض قال المباراه سهله شويه، لكن المباراه الثانيه كانت مع فريق نيوبورت كاونتي الانجليزي، ومباراه كانت قويه جدا واكيد حضراتكم كلكم تابعتوها من خلال شاشه قناه الاهلي، انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، فاكيد كنا بنتكلم كمان على ان النادي الاهلي بياخد المباريات من حيث المستوى بشكل تدريجي عشان تقدر تاهل اللاعبين سواء بدنيا او ذهنيا او فنيا بشكل ايضا تدريجي، وده اللي حصل في مباراه نيوبورت كاونتي الانجليزي. دي طبعا اهداف من المباراه الاولى للنادي الاهلي هناك في معسكر اسبانيا، وكان في قبلها مباراه طبعا في القاهره هنا كانت مباراه وديه، وهي كلها فتره تحضيريه بشكل عام النادي الاهلي بيستعد من خلالها للفتره الهامه جدا القادمه، وبالتالي يوم الاثنين هتكون اخر مباراه وديه للنادي الاهلي في هذا المعسكر، هتكون في تمام الساعه 6:30 وهتكون على ملعب بيناترا الذي يبعد مسافه حوالي نصف ساعه على مقر اقامه النادي الاهلي في أليكانتي. طيب خلينا نروح لعمر. يا عمر مساء الخير عليك، يا عمر طمنا كل الاخبار عندك ايه، استعدادات النادي الاهلي الفتره الجايه، كل الكواليس اللي عندك كالعاده يعني زي ما متابعينك انت وكريم بتقول لنا كل الاخبار بشكل مفصل، جمهور النادي الاهلي بيسمعك دلوقتي، اتفضل. برحب بك يا امير، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، و يعني زي ما انت قلت انا وكريم وكل الطاقم عمل قناه الاهلي بنكون حريصين على ان احنا نقول لكم كل التفاصيل الخاصه بالمعسكر، كل الامور الحمد لله ماشيه على ما يرام، في انتظار وصول الدوليين النهارده ان شاء الله علشان يلتحقوا بالبعثه. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي كان مصر على ان الدوليين يكونوا موجودين حتى لو هيكونوا في عدد ايام قليل، بس بالنسبه لنا كنادي الاهلي ان هم يكونوا موجودين مع الفريق بيستعدوا للقائين مهمين جدا زي المقاولين والزمالك، هتكون نقطه ايجابيه جدا كمان علشان خاطر لو مستر مارتن لاسارتي المدير الفني حابب يطمن على اي حد منهم خلال المباراه الوديه الاخيره اللي هتكون ان شاء الله بعد بكره في ختام لقاءات معسكر فريق النادي الاهلي. كل الامور يا امير مستقره الحمد لله. امبارح كان في يوم فري لكل الفريق طبعا يعني بعد ايام شاقه جدا من التدريبات واللقاءات الوديه،
الصبح كان في تدريب صباحي كالعاده، وبعد الظهر احنا في انتظار زي ما انت شايف ورانا اتوبيس النادي الاهلي اللي هينقله من فندق الفريق الى ملعب التمرين. المسافه ما بين الملعب وبين الفندق تقريبا دقيقه او دقيقتين، مسافه مش كبيره. لكن النهارده الصبح كان التمرين كان كله شغل خططي، وبالتالي مستر مارتن النصراتي خلاص بيضع ايده على اللمسات الاخيره في الشكل الاخير بعد ما اطمئن على الفريق في لقاءين قبل كده وديين. هيختم لقائه الاخير بالشكل النهائي اللي ان شاء الله هنشوف عليه النادي الاهلي في مباراه المقاولين والزمالك. مفيش حاجه يعني مميزه اقدر اقول لك عليها علشان خاطر كل الامور ماشيه على ما يرام، وهفضل اقول المعسكر ماشي في شكل رائع جدا، اللعيبه متعاونه، اللعيبه عندهم هدف واحد زي امير زي ما انت بتتكلم وزي ما كل زمايلنا في الاستوديو بيتكلموا، هو فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري العام. مفيش اي اصابات الحمد لله، اللعيبه كلها بتشارك وعايزين ان كل واحد. طيب للاسف الصوت قطع او التواصل مع عمر ربيع للاسف اتقطع طبعا بسبب يعني ممكن امور تبقى خارجه عن الاراده، لكن عمر يعني نقل لنا بشكل كبير جدا كواليس المعسكر حتى هذه اللحظه، وهو كان واقف فعلا قدام اتوبيس النادي الاهلي ان شاء الله هيتحرك كمان دقائق كده، واحنا كنا شايفين في الخلفيه مع عمر بعض اللاعبين اللي خلاص بيتوجهوا للاتوبيس الخاص بيهم عشان يروحوا للمران المسائي. في كل الاحوال بنشكر زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين على هذه التغطيه المميزه، وبيقوم بمجهود كبير جدا جدا في الحقيقه هو وزميلنا العزيز ايضا كريم احمد. طيب خلينا نكمل اخبار النادي الاهلي هناك، وزي ما قال عمر كده وكان بيتكلم على التدريب الصباحي النهارده، كان في كمان تقسيمه قويه جدا مع نهايه المران الصباحي النهارده، ودي كان مخصصها مستر مارتين لاسارتي مدير فني النادي الاهلي، وكانت تحت اشرافه بكل تاكيد، وكان فيها جديه واضحه جدا جدا على اللاعبين وحماس كبير جدا خلال هذه التقسيمه. الكل بيحاول طبعا ان هو يثبت نفسه خلال الفتره دي عشان يكون متواجد في الماتشين المتوقعين للنادي الاهلي في بطوله الدوري سواء امام المقاولون العرب او نادي الزمالك. عمرو السوليه طبعا احد نجوم النادي الاهلي كان ليه تصريحات النهارده مهمه جدا مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي، وقال ان احنا قدامنا 180 دقيقه من التركيز والاخلاص وجاهزون لحسم اللقب. عمرو سليه لعيب مميز جدا جدا جدا، وللاسف الشديد ايضا من احد العناصر اللي الكل كان مستغرب هو ليه مش متواجد في منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه، لكن يعني اللي حصل حصل. لكن مهم ان عمرو سليه بياكد ان الفتره الجايه النادي الاهلي مستعد بشكل كبير جدا جدا للفتره اللي جايه، ومهم جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله نفوز في مباراتي المقاولين والزمالك عشان نحسم بطوله الدوري. هو تطرق كمان لان احنا في الاول ابتدينا بدايه صعبه، بدايه الموسم خالص ما كناش معانا كم جيد من النقط، وده كان ادى ان احنا مشينا بشكل صعب شويه في البطوله. قال في نفس الوقت كان عندنا عدد كبير جدا من الاصابات، لكن احنا كلاعيبه النادي الاهلي عارفين احنا بنرجع ازاي، وعارفين ازاي هنقدر ان احنا في الاخر نفوز بالهدف بتاعنا اللي احنا دايما بنكون مركزين عليه. ده كلام عمرو السوليه، وقال ان احنا عندنا اهداف كتيره جدا في مختلف البطولات مع النادي الاهلي، وطموح اللعيبه بشكل كامل معروف واهدافهم معروفه بشكل كبير، ان اي بطوله احنا عايزين هنخوض فيها طبعا المنافسات ان شاء الله هيكون هدفنا الاساسي ان احنا نفوز بيها، وده دايما طموح النادي الاهلي وجماهيره. وتطرق عمرو السوليه كمان لجزئيه المنتخب الوطني وتعليقه على استبعاده من بطوله الامم الافريقيه، قال انا يكفيني، قال ان هو طبعا كان نفسه يكون متواجد في منتخب مصر، لكن يكفيني ان كل الخبراء وكل الجماهير الناس كلها كانت مستغربه ان انا ليه مش موجود في معسكر منتخب مصر ويا بطوله الامم الافريقيه. قال في كل الاحوال انا هجتهد جدا خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي عشان ان شاء الله انضم مره اخرى لمنتخب مصر في ما هو قادم من فترات او منافسات عديده للمنتخب، وقال ان هو حزين طبعا على خروج منتخب مصر من بطوله الامم الافريقيه. لعيب مهم جدا عمرو السوليه، ومن احد اللاعبين او احد الركائز الاساسيه في صفوف النادي الاهلي. طيب دي كانت ابرز واهم اخبار النادي الاهلي، عندنا اخبار كتيره جدا جدا على بطوله الامم الافريقيه، خلينا نروح نشوف اهم هذه الاخبار في الصحف ايه، يلا بينا. الاهرام صبحي يضع تصورات جديده لاخراج الكره المصريه من كبوتها، استقاله الجبليه تدخل حيز التنفيذ غدا بعد نهايه المده القانونيه. أخبار اليوم، خمس تحديات تواجه المجلس الجديد في الجبلية. الأخبار المسائي، نهاية جيل كان تكتب الفصل الأخير لمسيرة الكبار والمدرب الجديد يرسم خارطة الشباب. الأهرام،
شخصية المدرب الجديد للفراعنة تحدد مستقبل اللعبة، عودة الروح والشعور بالمسؤولية أهم خطوات استعادة بريق المنتخب المفقود. اليوم السابع، المنتخب الأولمبي يرفض استبعاد الدوليين في معسكر سبتمبر. الجبلية تدرس خوض كأس مصر بدون الدوليين، والكاف يضع المنتخب الأول في ورطة. أخبار اليوم، شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي: نبني منتخبا جديدا قادرا على تأهل أولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم 2022. مصلحة مصر فوق نجومية أي لاعب، ولدينا 40 مقاتلا في الملعب. أخبار اليوم، اللجنة المنظمة تضع اللمسات الأخيرة على حفل الختام، شهادة نجاح جديدة للجماهير المصرية وتذكرتي نواة لمرحلة جديدة. الشروق، نهائي عربي ثالث في تاريخ كأس الأمم الأفريقية على الأبواب، رقم تاريخي يحدث للمرة الأولى حال تأهل الجزائر وتونس لنهائي كان 2019. طيب، أخبار كتير متعلقة جدا بمنتخبنا الوطني، متعلقة بالمرحلة القادمة الغاية في الأهمية بالنسبة لمنتخب مصر. هتقولي غاية في الأهمية إيه؟ ما إحنا بقى خلاص خرجنا من بطولة الأمم الأفريقية. لا، عندك تحديات كتير، عندك تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية وتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، وعندك أولمبياد طوكيو وبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اللي هتستضيفها مصر طوكيو 2022. الأولمبياد أكيد مهمة جدا إن أنت تشارك فيها كمنتخب مصر، حتى المنتخب الأولمبي يعني. يعني في تحديات كتيره جدا هتكون للمجلس القادم للاتحاد المصري لكره القدم. هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل، لكن ان شاء الله باذن الله واضح ان ممكن يكون في مفاجات كتير. خلينا لغايه لما نيجي لساعتها ان شاء الله نروح نبتدي بالاهرام. الاهرام بتقول ان صبحي يضع تصورات جديده لاخراج الكره المصريه من كبوتها. استقاله الجبليه تدخل حيز التنفيذ غدا بعد نهايه المده القانونيه. بكره ان شاء الله هيبقى رسميا خلاص كده مفيش اتحاد كوره. هتقول لي ما هم خلاص قدموا استقالتهم. ما هم قدموا فعلا استقالتهم من حوالي اسبوع او اقل، 6 ايام بالظبط، كله قدم استقالته، كل اعضاء اتحاد الكره قدموا استقالتهم. لكن وارد، كان وارد خلال الست ايام دول ولغايه بكره ان اي حد يرجع في استقالته. لو رجع اي حد في استقالته ده طبقا للائحه عادي، مفيش مشكله، عندك مده اسبوع، مده قانونيه طبقا للائحه ان انت ترجع في كلامك وتتراجع عن استقالتك. بكره ان شاء الله المده تنتهي، فبالتالي يبقى خلاص الموضوع اتنفذ بشكل كامل، مفيش مجلس اداره للاتحاد المصري لكره القدم. وهيبقى زي ما احنا عارفين العميد او اللواء ثروت سويلب هو المدير التنفيذي لاتحاد الكره، وكمان هو القائم باعمال الاتحاد خلال الفتره اللي جايه. فالمده القانونيه تنتهي بكره، وبكره يبقى في تفكير بشكل رسمي في المرحلة القادمة بالنسبة للكرة المصرية. طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عليه يعني أعباء كتيرة جدا 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 للفترة اللي جاية وكيفية تهيئة الكرة المصرية وعودتها لبريقها إن شاء الله بإذن الله اللي احنا كنا متعودين عليه بقالنا فترة بعيدة عن البطولات الأفريقية. ده شيء صعب، في تحديات كتير جدا 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 لازم يتم تعديلها والتركيز عليها من قبل وزير الشباب والرياضة ومن قبل المجلس إن شاء الله هيجي الفترة اللي جاية. نروح لأخبار اليوم. بالتالي التحديات إيه؟ 5 تحديات تواجه المجلس الجديد في الجبلية. أبرز هذه التحديات قوائم الفرق في الموسم الجديد، يعني بشكل عام كده اللائحة الخاصة بالموسم الجديد إيه للكرة المصرية. احنا عارفين إن الموسم اللي احنا لسه فيه ده بطولة الدوري كان فيه لائحة واتغيرت في نص الموسم، وممكن كده شوية تتعدل وانت بتتكلم في التليفون مع أي حد يقول لك أوكي ماشي نظبط لك دي نعمل لك دي. كان فيه أمور كتير جدا للأسف بتحصل. المهم إن انت كاتحاد كرة جديد إن شاء الله جاي هتعمل لائحة جديدة للمسابقات خلال الفترة اللي جاية، وهم بالمناسبة كانوا بيشتغلوا عليها قبل الاستقالات، يعني كان كابتن أحمد شبير بيشتغل على هذه اللائحة. لكن في كل الأحوال اللي هيجوا هيعملوا لائحة تكون للأندية وللمسابقة بشكل عام خلال الموسم الجديد، ودي أول التحديات اللي هتكون مهمة. ومنها طبعا قوائم الفرق، يعني الفرق قايمة كام لعيب؟ 25 ولا 30؟ طب 25 و5 تحت السن؟ طب الأمور ماشية ازاي؟ طب الأجانب 4 ولا قد إيه؟ فدي كلها امور هيتم حسمها خلال الفتره اللي جايه. كمان من ضمن التحديات شكل مسابقه بطوله الدوري في الموسم الجديد هيبقى شكلها عامل ازاي، قوانينها ايه، الدنيا فيها هتبقى ماشيه ازاي، هل زي الموسم اللي فات، هل في استثناءات، هل في امور عارضه، هل في اجندات. اكيد في اجندات دوليه خاصه بالمنتخبات، سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، وممكن يكون كمان منتخب الشباب.
فلازم انت تبقى عامل حساب كل هذه الامور من بدري عشان ما تقعش في نفس المشاكل وعشان تتعلم من اخطائك، وده اللي نفسنا انه يحصل. كمان من ضمن التحديات استضافه مصر لنهائي كاس الامم افريقيا تحت 23 سنه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، وده تحدي مهم قوي وهيبقى حاجه كويسه لو مصر تاهلت طبعا البطوله على ارضنا. ان شاء الله ما يحصلش نفس اللي حصل في البطوله اللي على ارضنا دلوقتي، لكن ان شاء الله البطوله دي المنتخب الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب يبقوا قادرين ان هم يتاهلوا يفوزوا بالبطوله. طبعا تبقى هيبقى شيء كويس وان انت تتاهل لاولمبياد طوكيو 2020. من ضمن الملفات طيب كمان المهمه جدا 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 ومن ضمن التحديات المهمه المدير الفني. هتجيب مدير فني ازاي؟ اهدافك المفروض معروفه، المدير الفني اللي يجي يشتغل عليها. طب المدير الفني ده وطني ولا اجنبي؟ هتختار مين؟ طب مين اللي هيختار اصلا؟ هتعمل لجنه عشان تختار المدير الفني ولا اعضاء اتحاد الكره هم اللي هيكونوا مكلفين باختيار المدير الفني؟ ولا هتبعت عضو يتفاوض مع مدير فني وانت تخلص مع مدير فني اخر زي ما حصل كده مع مستر اجيري؟ يعني حاجات كانت بتحصل ان شاء الله برده نتمنى. احنا بنحاول بس نفكر حضراتكم، نفكر المسؤولين بالحاجات دي عشان الاخطاء دي ما تتكررش. احنا نفسنا الاخطاء دي ما تتكررش، احنا نفسنا الكره المصريه ترجع زي الاول واحسن، لان طموح دايما الشعب المصري في الكوره بالتحديد الوسيله الترفيهيه الاولى بالنسبه لهم واللي ليها اولويه كبيره جدا جدا في حياتهم، نفسهم ان هم يفرحوا من خلالها. فلازم كل مسؤول الفتره الجايه يشتغل على الجزئيه دي، كيفيه اسعاد الشعب المصري من خلال كره القدم، كيفيه اسعاد الجماهير من خلال حضور المباريات بشكل طبيعي في المدرجات. خلاص بطوله الامم الافريقيه اتلعبت بجماهير والدنيا حلوه الحمد لله الحمد لله. فهتيجي تقول لي بعد كده بقى في الموسم الجديد مش هتكلم على الماتشين الباقيين، يعني مش هتكلم عليهم مش مهم، لكن اللي بعديهم الموسم الجديد هتيجي تقول لي من غير جمهور؟ هيبقى موضوع غير منطقي بصراحه. فلازم برضو نسعد جماهير الكره المصريه من خلال تواجدهم في المدرجات، من خلال تهيئه كل الاجواء الخاصه ببطوله الدوري والبطولات المحليه عشان يبقى في منافسه حقيقيه، يبقى في تكافؤ في الفرص ما بين كل الانديه اللي بتنافس على الدوري وبتنافس على البقاء في بطوله الدوري وبتنافس على التاهل للبطولات الافريقيه. كل دي امور لازم يشتغل عليها المسؤول القادم في اتحاد الكره او المسؤولين بشكل عام. يعني اخر تحدي وهو تحدي ايضا مهم، الانتخابات التكميليه وكيفيه ادارتها، و دي مقرر عقدها طبعا ان شاء الله نهايه نوفمبر المقبل. دي برده من ضمن التحديات الاهم. بشكل عام نتمنى كل التوفيق للمسؤولين اللي جايين ان شاء الله الفتره الجايه في اتحاد الكره، ولسه مش عارفين انتخابات هتبقى ازاي، هل انتخابات موسم وبعد كده انتخابات اخرى مع كل التحديات في 2020، ولا هتجيب انتخابات تكمل اربع سنين، ولا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ كل ده هنعرفه خلال الفتره اللي جايه. نروح للاخبار المسائيه. نهايه جيل كان تكتب الفصل الأخير لمسيرة الكبار ومدرب الجديد يرسم خريطة الشباب. طيب طبعا احنا عندنا جيل من اللاعبين اللي يعني مش عايز اقول للاسف هم كانوا متواجدين طبقا لاختيارات مستر جيري، وهو كان جه في الاول قال ايه؟ قال انا هعتمد على العناصر الصغيره في السن عشان عندي هدف كبير جدا جدا هو بطوله كاس العالم 2022 في قطر، وانا باهل وبكون منتخب لهذه البطوله، ومن خلال التصفيات يكون معايا نفس المنتخب ده اللي يقدر ياهلنا لهذه البطوله. لكن فوجئنا ان هو تم استدعاء بعض اللاعبين اصحاب الخبرات، واحنا مش ضد خالص ان انت تستدعيهم في بطوله الامم الافريقيه، بس اللي انت فعلا محتاجهم، يعني تاخد اللعيبه اللي جاهزه واللي انت محتاجهم ويضيفوا ليك في الملعب. فبالتالي يعني نهايه بطوله الامم الافريقيه دي نهايه بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا خلاص عدوا ال 30 وال 31 سنه، ما اعتقدش ان هم الفتره الجايه هيكونوا متواجدين في منتخب خالص، وهيتم طبعا التركيز مع عناصر شابه وتوليفه جديده لمنتخب مصر من خلال الدوري المحلي، بالاضافه طبعا للمحترفين الكبار المصريين في الخارج، عشان ان شاء الله باذن الله تكون جيل جيد قادر على حصد الالقاب واللي تتمثل في بطوله الامم الافريقيه وايضا التاهل لكاس العالم. ودي اهداف اصبحت ثابته وواضحه لكل الناس، مسؤولين، جماهير، لاعبين، جهاز، اي حد هيجي انت عندك اهداف معينه لازم تشتغل عليها. عشان كده عايز اروح للاهرام وبتقول ايه؟ شخصيه المدرب الجديد للفراعنه تحدد مستقبل اللعبه، عوده الروح والشعور بالمسؤوليه اهم خطوات استعاده بريق المنتخب المفقود. انا عايز اعلق هنا شويه بصراحه، يعني يقول لك ايه؟ شخصيه المدرب الجديد للفراعنه تحدد مستقبل اللعبه. يعني ايه تحدد مستقبل اللعبه؟ ما احنا مستقبل اللعبه كلنا عايزينه بشكل معين، ومفيش اختلافات في وجهات النظر او اختلافات في الاهداف بالنسبه لكل الجماهير المصريه. اهدافك ايه؟ معروف، تبقى توصل لابعد مدى، لابعد مدى في بطوله الامم الافريقيه الجايه، توصل لكاس العالم 2022 في قطر، دي اهداف ثابته وواضحه.
هيتخللهم طبعا التصفيات الافريقيه والتصفيات سواء المؤهله لبطوله الامم الافريقيه او المؤهله لكاس العالم. فالمدير الفني اللي انت هتجيبه مش هو اللي هيحدد لك اهدافك او مش هو اللي هيحدد لك شخصيتك وشخصيه المنتخب ازاي، لا احنا عايزين الشخصيه موجوده خلاص اهي، احنا عندنا منتخب بغض النظر من العناصر اللي هتبقى في المنتخب، لكن انت اهدافك ايه؟ محدده. انت كمدير فني انا هختارك هتيجي تحقق لي الاهداف دي. ايا كان ايه الظروف، ايا كان ايه العوامل اللي هتواجهك. انت دلوقتي عايز منك التاهل لكاس الامم الافريقيه، ده شيء طبيعي، والمنافسه على البطوله. والتاهل لكاس العالم وده شيء طبيعي جدا جدا، والظهور بشكل جيد، مش مجرد ان انت تتاهل لكاس العالم زي ما حصل مع مستر كوبر وتبقى قبل الاخير في كاس العالم، المنتخب رقم 31 في البطوله يعني، كان بعدين بانما هو المنتخب رقم 32 يعني. فانت اللي تحدد الشخصيه اللي انت عايزها لمنتخب مصر، والمدرب اللي هيجي هو اللي يشتغل عليها، ده شيء مهم جدا الناس لازم تدركه خلال الفتره اللي جايه، واللي هيختاره المدير الفني، وانت توفر له كل الادوات اللي هو يكون عايزها، معسكرات، بطوله دوري منظمه لازم لاي مدير فني جاي، لان بصراحه برده ما هو مش منطقي بطوله ما تبقاش منظمه وتيجي تقول النهارده عندنا ماتش كمان اسبوع، لا تفوجئ قبل الماتش بيومين الماتش اتاجل، والكلام اللي احنا بنشوفه بطوله الدوري السنه دي يعني. فبرده انت لازم تهيئ كل الامور للراجل اللي جاي، لازم من الاخر كده، من الاخر لازم تشتغل صح عشان تحقق اهدافك. هتشتغل بالحب وباي حاجه كده مش هتوصل اللي انت عايزه. عشوائيه ما تنفعش، العشوائيه دي تؤدي للفشل على طول. اللي احنا فيه دلوقتي، الفشل اللي احنا فيه دلوقتي ايه ككره مصريه؟ ناتج عن العشوائيه في اداره المسابقات المحليه واداره المنتخب المصري لكره القدم. فلازم ان احنا نركز في كيفيه تصحيح هذه الاخطاء وكيفيه البناء على الايجابيات الصغيره جدا اللي ممكن تكون موجوده، وارد ممكن ما يبقاش احنا واخدين بالنا منها دلوقتي لان احنا كلنا غضبانين جدا جدا ان المنتخب بره البطوله، وغضبانين جدا جدا من المظهر السيء، وغضبانين جدا من المشاكل اللي حصلت في معسكر منتخب مصر والكلام الكتير والمساندات وكل الكلام اللي حضرتك عارفينه. فانت ارسم خريطه واضحه عارفها كل الناس كده كده لان هي الخريطه معروفه. وهات المدرب القدير المحترم القادر على قياده المنتخب لأهدافك، القادر على قيادة المنتخب لتحقيق هذه الأهداف، ده أهم شيء، ووفر له الإمكانيات، كل حاجة وفرها له، وده دورك كمسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، ودورك برضو إن أنت تشوف الأخطاء اللي حصلت قبل كده وما تكررهاش، لأن الأخطاء للأسف عندنا بتتكرر. أه والله يعني أنت دلوقتي ممكن مسؤولين دلوقتي مشوا، يجوا مسؤولين تانيين، أنا بقى لسه جديد أهو، أنا موجود جديد، فعادي يعني ما حدش هيركز معايا قوي، لا لا لا، هيبقى في تركيز. الكرة الفترة الجاية لا فيها تركيز كبير جدا 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 من كل الناس، من كل الناس. فأنت حاول تثبت نفسك كشخصية قادرة على إدارة الكرة المصرية، ويكون عندك شخصية قوية في الإدارة ما يأثرش عليك أي رئيس نادي أو أي مسؤول في أي نادي بالتليفون يكلمك يقول لك لا أو لازم وبالصوت العالي وكلام من ده، ده مش هينفع للكرة المصرية خلال الفترة الجاية. اللي هينفع للكرة المصرية إيه؟ إن يقودها رجل ذو شخصية قوية وحاسمة على الأندية الكبيرة قبل الأندية الصغيرة. فده اللي هيؤدي إن شاء الله بإذن الله لنتائج إيجابية جدا جدا للكرة المصرية. طيب خلينا نروح لخبر آخر من اليوم السابع بالتحديد، المنتخب الأولمبي يرفض استبعاد الدوليين في معسكر سبتمبر، الجبلية تدرس خوض كأس مصر بدون الدوليين، والكاف يضع المنتخب الأول في ورطة. طيب المنتخب الأولمبي حقه بصراحة كابتن شوقي غريب ان هو يرفض استبعاد الدوليين في معسكر سبتمبر، هو في معسكر في سبتمبر عشان انت عندك شهر 10 مباريات للمنتخب الاولمبي، فمش منطقي بصراحه ان انت تحرم الراجل من اللاعبين الدوليين، وانت عندك منتخب الاولمبي ده فيه عناصر كتيره جدا جدا متواجده في الانديه في الدوري الممتاز وبتلعب بشكل اساسي مع انديتها، فيبقى صعب ان انت تستبعد الدوليين دول من عنده وتخليهم مع الانديه، هو يلعب من غير الدوليين سواء حتى معسكر او مباريات، كل الكلام ده لازم الدوليين يكونوا موجودين عشان ان شاء الله ما يبقاش في حجه كمان لخروج المنتخب من تصفيات طوكيو يعني. فالكلام هنا ليه؟ لان دلوقتي في شهر سبتمبر ده ايه اللي هيحصل؟ ركز معايا. عندك بدايه دوري جديد، في نفس الوقت عندك استكمال كاس مصر قديم. وفي نفس الوقت عندك معسكر المنتخب الاولمبي، فهتيجي الانديه تقول لك ايه؟ لا انا عايز اللعيبه بتاعتي اللي في المنتخب الاولمبي، انا بلعب بطوله رسميه، بطوله محليه، بطوله كاس مصر، عايز انجح فيها،
عايز اخد البطوله، وانت في نفس الوقت عايز تدعم المنتخب الاولمبي عشان يحقق اهدافه. ما هي دي برضو الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل بطوله الامم الافريقيه، وان الدوري كان لازم يخلص. كل الكلام ده، الحاجات دي كلها بتظهر هي دلوقتي. الكلام اللي كان قال عليه النادي الاهلي بيظهر دلوقتي للاسف، وده ناتج عن ايه؟ سوء اداره للاتحاد المصري لكره القدم وللمسابقات المحليه كلها يعني. فبصراحه المنتخب الاولمبي عنده حق ان هو ياكد ان هو مش هيتم استبعاد الدوليين خالص. الجبليه هتدرس خوض كاس مصر بدون الدوليين، وارد، لان فعلا كاس مصر كان ابتدى اصلا من غير الدوليين على فكره. لو نفتكر كاس مصر اللي هيتم استكماله ده، الاهلي كان لعب مباراه الترسانه من غير الدوليين، اعتقد الزمالك برده لعب بعض المباريات من غير الدوليين، وبعض الانديه يعني بشكل عام يعني. فخلاص كمل البطوله دي من غير الدوليين، فهنشوف الامور هتستقر على ايه، لان ده هيكون بناء على المدير الفني، لا مش مدير فني، على اللي هيقوده اتحاد الكره المصري خلال الفتره اللي جايه. خلينا نروح لاخبار اليوم. اللجنه، اخبار اليوم، اللجنه المنظمه تضع لمسات، لا عايز اروح للخبر اللي بعده من اخبار اليوم برضه. اللجنه المنظمه تضع اللمسات الاخيره على حفل الختام شهاده نجاح جديده للجماهير المصريه وتذكرتي نواه لمرحلة جديدة. فعلا شركة تذكرتي عاملة شغل كويس، ممكن الفكر بتاعها او الشكل والنظام الجديد مش متعودة عليه الجماهير المصرية، لكن هيتم التعود عليها عشان الفترة الجاية باذن الله يكون في نظام اكتر في حضور الجماهير للمباريات. ده اخر جزء في الخبر، لكن الجزء الاول هنا اللجنة المنظمة تضع اللمسات الاخيرة على حفل الختام، وتأكدوا باذن الله، باذن الله هنشوف حفل ختام للبطولة زي حفل الافتتاح. شفنا حفل الافتتاح مبهر مبهر بإذن الله، بيتم التجهيز دلوقتي وهم أكيد مستعدين من قبل البطولة. يعني الحفل الختام هيكون أيضا بشكل مبهر وأكثر من رائع، والعالم كله يتكلم عليه زي حفل الافتتاح كده بإذن الله. شهادة نجاح جديدة للجماهير المصرية، وفعلا الجماهير المصرية قامت بدورها في البطولة. كان نفسها الأعداد في المدرجات بصراحة تبقى أكتر من كده في كل المباريات يعني، لكن ممكن خروج المنتخب أثر بالسلب طبعا على المعنويات عند الشعب المصري. محدش قادر أو محدش متصور إن هو يروح يتفرج على ماتش المنتخبين ومنتخب مصري بره البطولة أصلا، يعني بتبقى عملية نفسية شوية. نروح للشروق. بتقول إن نهائي عربي ثالث في تاريخ كأس الأمم الأفريقية على الأبواب. إحنا عارفين حصل قبل كده نهائيين في بطولة الأمم الأفريقية كان بيتخللهم فرقتين عربيين، سواء نهائي 59 مصر وأثيوبيا، نهائي 2004 وده الاقرب يعني لينا اللي احنا عاصرناه، يعني مباراه المغرب وتونس في تونس، واللي انتهت بفوز تونس بنتيجه 1-0 وتتويجهم باللقب للمره الاولى في تاريخهم. فوارد باذن الله، باذن الله ونتمناها طبعا، ان النهائي يكون ما بين الجزائر وتونس. تونس هتقابل السنغال والجزائر هتقابل نيجيريا بكره، تونس والسنغال الساعه 6 والجزائر ونيجيريا الساعه 9، مباراتين جامدين جدا جدا يعني. فان شاء الله نتمنى ان تونس تتخطى السنغال والجزائر تتخطى نيجيريا ويتقابلوا في النهائي ايا كان مين اللي يكسب، يعني المهم يكون بطوله لمنتخب عربي. كمان لو حصل ووصلوا المنتخبين للنهائي هيبقى اول مره في تاريخ بطوله الامم الافريقيه يوصل منتخبين عربيين لنهائي بطوله مش على ارض اي حد فيهم. يعني اول مره هيحصل ان يكون في نهائي ان شاء الله باذن الله الجزائر وتونس، باذن الله باذن الله يكونوا موفقين يوصلوا. هتبقى دي اول مره ان منتخبين عربيين يوصلوا النهائي وهو البطوله مش حد فيه مستضيفها يعني. فدي ايضا هتبقى حاجه كويسه مهمه، بس بكره ان شاء الله يتخطوا عقباتهم المختلفه في بطوله الامم الافريقيه. 59 كان مصر والسودان، عفوا اثيوبيا مش دوله عربيه اصلا، معلش. 59 كان مصر والسودان في النهائي. طيب خلينا نروح لاخبار الكيان على المواقع. ايه يلا بينا. اليوم السابع، أجيري يغادر القاهرة بعد إقالته من تدريب منتخب مصر، ألف مليون سلام. سوبر كورة، أجيري حزين للشكل السيء لمنتخب مصر وكان نفسي أفرح الشعب الطيب. إزاي يعني؟ يورو سبورت عربية، رحب بقيادة الفراعنة مجددا، أبرز إنجازات حسن شحاتة مع الساحرة المستديرة. المصري اليوم، هل تشهد أمم أفريقيا 2019 أول نهائي عربي منذ 15 عاما؟ الوطن سبورت، باملاك تيسيما يدير مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقية. بوابة الأهرام،
محمود أبو الرجال أول حكم مصري يدير مباراة بتقنية فار بين السنغال وتونس. الشروق، مدرب تونس أعرف كل شيء عن السنغال وجهزوه لنصف النهائي. كورة، الخنيسي سنتسلح بروح لقاء غانا أمام السنغال. توفيق إن شاء الله. في الجول، بالماضي بنجاح من أفضل مهاجمي العالم، نحن على بعد خطوتين صعبتين للغاية نحو اللقب. مبتدأ، نجم الجزائر جاهزون لمعركة النسور. يلا كورة، رور يتحدث عن منتخب الجزائر المتوازن ودعم الجماهير المصرية. بطولات، لاعب نيجيريا علينا الحذر من منتخب الجزائر، سنستخدم هذه الميزة لإطاحة بهم. سوبر كورة، سيسي السنغال أصبح قريبا من لقب أمم أفريقيا ومشكلة تونس في طريقة لعبها. فيتو، لامين جاسما لاعب السنغال سنسعى لإرباك المنتخب التونسي. الوطن سبورت، رئيس بعثة منتخب بنين يزور الأهرامات. الصريحة التونسية، المنتخب يواجه السنغال بالزي الأحمر. فوت 24 التونسية، طبيب المنتخب يكشف عن الحالة الصحية للشعلالي. الشباك الجزائرية، 6 طائرات عسكرية لنقل الأنصار إلى القاهرة. النهار الجزائرية، الكاف تعين حكم الفضائح لإدارة مباراة الخضر ونيجيريا. نبتدي باليوم السابع، يلا. أجري يغادر القاهرة بعد إقالته من تدريب منتخب مصر. هو لسه ما كانش مشي؟ هو قاعد بيعمل إيه لحد دلوقتي يعني؟ للأسف مدرب أعتقد أسوأ مدرب في تاريخ الكرة المصرية. أسوأ مدرب في تاريخ منتخب مصر. إحنا كده بنحييه وهو ماشي. يعني إحنا كده يعني فاهم؟ إحنا ماسكين نفسنا يعني. راجل مش هكون ببالغ لو قلت عليه فاشل، اي حد بيقول عليه فاشل للاسف يعني. هو فعلا مدرب فاشل، اختياراته كلها بتدل على انه مدرب ما يصلحش لمنتخب مصر. طريقه لعبه في الملعب، الشكل الفني بتاع منتخب مصر اللي شفناه معاه بيدل على انه يعني ما عندوش فكره عن الكوره يعني مع منتخب مصر للاسف يعني. فهو خلاص سافر النهارده وجمع كل متعلقاته، وكان سبقه من كام يوم زوجته واولاده، مشيوا خلاص راحوا اسبانيا، وهو بيلحق بيهم النهارده بعد ما جمع كل متعلقاته مع 1000 مليون سلامه مستر اجيري. سوبر كوره، بالتالي كان في تصريح لمستر اجيري قبل ما يسافر، قال حزين الشكل السيء لمنتخب مصر وكان نفسي افرح الشعب الطيب. طب هو حزين ليه للشكل السيء؟ ما هو الشكل السيء ده يا جماعه برده ناتج على اللي انت عملته، اختيارات سيئه، طريقه لعب اتغيرت قبل البطوله. يعني انت لما جيت احنا قلنا الراجل ده هيبقى كويس لان عامل طريقه لعب هجوميه والاجناب بيكملوا وبيلعب بثلاثه في نص الملعب منهم ليبرو في نص الملعب، يعني كان في شكل كده وحسينا ان الراجل ده ايه هيعمل شغل كبير. طب انت غيرت الشكل فجاه ليه قبل البطوله؟ لما نلعب بطريقه ثانيه خالص، مش خالص يعني، يعني بعض الامور اللي اتغيرت شويه في الطريقه واللي ادت للشكل السيء اللي احنا شفناه. طبيعي لازم تحزن لان بصراحه شكلك بقى سيء جدا جدا بعد البطوله دي. بيقول كان نفسي افرح الشعب الطيب ده، بانهي مقومات كنت هتفرح الشعب؟ بانهي مقومات؟ بقايمه ما فيهاش بدله؟ يعني 11 لعيب ممكن يكونوا كويسين بتبتدي بيهم كل مباراه، لكن ما كانش في بدله ليهم، فطبيعي ان يكون النتيجه كده. نروح ليورو سبورت عربيه. طيب اوكي، خلينا نروح سريعا للكابتن ايمن ديجيش الحكم الدولي الكبير. يا كابتن ايمن مساء الفل عليك. كابتن ايمن، كل مجدين معاك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. انا عايز اسالك سؤال،
هو البطوله ما فيهاش غير بملك تسيمه اللي هو يدير كل المباريات، يعني كل شويه بشوف كده في كل الادوار الحكم الاثيوبي بيدير مباراه 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 مباراه، يعني هو ما فيش حكام ولا ايه؟ ايه وجهه نظر الاتحاد الافريقي او لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي؟ يعني هو الحقيقه في يعني طبعا يعني التحكيم ماشي بصوره طيبه الحمد لله، ولكن في علامات استفهام على بعض حاجات زي ما حضرتك قلت كده، ان بملاك كان بيلعب في دور الثمانيه تمام وبعدين يلعب على طول في الدور قبل النهائي، فدي برضو يعني فيها شيء من الغرابه، لان طبعا وكمان هو قدم مباراه يمكن من اقوى مباريات البطوله، مباراه الجزائر وكوت ديفوار، مباراه استمرت 120 دقيقه والكلام ده ما كانش فيه فرق توقيت كتير، بالرغم ان عدد الحكام اللي كان موجود في البطوله من البدايه كان عدد كبير جدا. شفنا برضو مصطفى غربال من الجزائر هو حكم قدم بهم بطوله ممتازه، ولكن برضو كرة تم تكرار فرقه السنغال في خلال ثلاث ايام. تمام. ففي حاجات يعني في حاجات في غرابه في التعيينات شويه يعني. التفسير ممكن يكون ايه؟ يعني ايه تفسيرهم؟ تفسير ملهاش تفسير، هو يعني ممكن يقول لك ان بملاك نجح في مباراه كوت ديفوار وهو مش هيكون مرشح للنهائي، فهم بيحطوه في مباراه ثانيه في الدور قبل النهائي. انت عارف ان في بعض الحكام مشيت وبعض الحكام موجوده. هم رؤيتهم كلجنه حكام افريقيا كده، فبصراحه يعني ملهاش تفسير، برغم ان انا قلت لك ان في حكام نجحوا وفي تمثيل عدد كان موجود كبير، لكن هي غريبه فعلا. طب كابتن ايمن، هل ده بيعكس معاك يا كابتن ايمن سامعني؟ السؤال بقى هل ده بيعكس ان القاره الافريقيه وبيأكد ان القاره الافريقيه ما فيهاش حكام مميزين كتير، بدليل ان كل شويه بتجيب بملك تسيمه هو اللي يدير المباريات يعني في بطوله كبيره جدا زي بطوله الامم الافريقيه، ده معناه ان احنا ما عندناش حكام فعلا في القاره الافريقيه، وده معناه وتاكيد للمشاكل اللي حصلت في البطولات الافريقيه المختلفه، دوري ابطال افريقيا، الكونفدراليه، الكلام ده بسبب مستويات الحكام الافارقه؟ الحقيقه امير، الحقيقه لو رجعنا، انا اتفق مع حضرتك في حاجه، انت زي ما قلنا عدد كتير، ولكن لو انت رجعت للسابق في العصور الماضيه تمام هتلاقي دايما في كل جيل من الاجيال كان في حكام، مجموعه حكام سوبر. يعني في حكام كويسه في افريقيا، ولكن ما فيش الحكام اللي هي تقدر تقول ان المواهب قلت. ما فيش حكام بالقوه الكبيره زي ما انت بتقول، يعني لو بصينا الملاك هو حكم كويس ومجتهد وبيقدم مباريات طيبه، ولكن معنى تكراره ان انت ما عندكش على طول يعني. بالظبط. يعني انا لو عندي حكم ثاني مريح وهو كويس ما انا اكيد هلاعبه. صح. لكن هو يعني طبعا اعتمد عليه تاني، دليل ان العمليه مقفوله على حد معين. طبعا حكمنا الكبير موجود جهاد جريشه، ما هو ده اللي انا عايز اسال حضرتك فيه، هو جهاد جريشه تقريبا حتى الان حكم مباراه واحده بس في البطوله. بالظبط. ليه مختفي؟ هو طبعا هي علامه استفهام كبيره جدا 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 ان جهاد جريشه ما كانش موجود في مباراه مثلا في دور الثمانيه، كلنا توقعنا ان جهاد هيبقى موجود في دور الثمانيه بعد خروج منتخب مصر كمان. اكيد اكيد كان هيبقى ليه مباراه في دور الثمانيه، لكن هو دلوقتي طبعا بعد في دور الثمانية طبعا فوجئنا ان هو جهاد ما كانش موجود. تمام. ودي عليها علامة استفهام، ولكن في الدور طبعا قبل النهائي احنا عارفين ان في فرقتين عربيتين موجودين. تونس والجزائر في المباراتين، فدي بتبقى صعبة جدا يعني، هيبقى حمل من حكم من شمال افريقيا. ولكن حكمنا المساعد محمود ابو رجال موجود بكرة باذن الله في غرفة الفار في مباراة تونس والسنغال. وكان موجود في المباراه الماضيه برضه في دور الثمانيه، وباذن الله يعني في كلام متوقع ان ممكن يكون يعني باذن الله يكون جهاد ومحمود موجودين في النهائي يعني. بس دي هترتبط برضه بوصول الفرق العربيه يعني. اكيد نتمنى لو فرقه عربيه وصلت ممكن يبقى في فرصه لمحمود، ولكن جهاد هتبقى صعبه جدا يعني. طيب عايز اتكلم شويه بقى عن الدوري المصري والموسم الجديد، وازاي يتم تدارك الاخطاء اللي حصلت بالنسبه للمستوى التحكيمي المصري في الموسم اللي لسه ما خلصش لحد دلوقتي، والاساليب اللي من خلالها يتم اصلاح المنظومه التحكيميه تحديدا لاداره المسابقات المحليه في بطوله الدوري والكاس في الكره المصريه. بص يعني طبعا اللي حصل دون وعسى ان تقرأوا شيئا وخير لكم، اللي حصل ده خروج منتخبنا. تمام. فاهمك اتفضل. خروجه اللي حصل ده كله اكيد في حاجات كتير في الكره المصريه لازم يبقى فيها تعديل، واحنا نادينا طول الموسم اللي فات بحاجات كتير لازم تتعمل. لازم كل يشتغل لصالح الكره المصريه. التحكيم ك
كان عليه ظلم كبير، كان عليه ليه بيتهاجم بس، ولكن لو بصينا لحاجات كتير ما كانتش معدوله. النهارده اللوائح كلها ما لازم تتغير، اللوائح الخاصه بالحكام كويس، والكلام ده انا سمعته انت عامل الكلام ده نادينا بيه طول الموسم، لان النهارده انت النهارده كمسؤولين عن الكره في مصر علشان يبقى عندك تحكيم قوي لازم يبقى ظهره قوي. لو لو ظهره ضعيف مش هتلاقي تحكيم مهما وصل فنيا لاعلى المستوى، مش هتلاقي ليه قوه. لكن انت النهارده بتقويه، هتقويه ازاي؟ هتقويه باللوائح، هتقويه بالعقوبات. الكلام ده لازم 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 المسؤولين اللي جايين يديروا الكره في مصر التحكيم ده اهم عنصر في اللعبه، لازم يبقى التحكيم ده يبقى قوي جدا بالزبط. يبقى في ظهره حد بيدافع عنه، ما يسيبوش التحكيم ده تايه، لان التحكيم ده الابن الشرعي لكره القدم والاتحاد المصري لكره القدم بالظبط. فاذا امير اذا ما تغيرش لوائح كتير، هنفضل زي ما احنا، العقوبات وخطه بالحفاظ على هيبه التحكيم، يبقى احنا ما عملناش حاجه، وهيفضل التحكيم زي ما هو. متوقع ان يتم تطبيق تقنيه الفار في الموسم الجديد في الدوري المصري؟ انا ما اعتقدش، انا في رايي الشخصي ان تقنيه الفار مش هتطبق في مصر قبل 5 سنين. قبل 5 سنين؟ ليه بقى كده؟ اعتقد كده، يعني انا شفت ان تعرض على الانديه تشارك، طبعا الانديه عمرها ما تشارك. طبعا مش منطقي. التكلفه بتاعته عاليه جدا. تكلفة المباراة، انت عندك امكانيات معينة لازم تبقى موجودة في الملاعب كلها، انت امير انت عندك 9 مباريات في الاسبوع. مش هيحصل بقى كمان ان احنا هنطبق الفار في مباريات. لا طبعا، ده اللي بقى ناقص بقى يا كابتن، يعني يعني السنة اللي فاتت طبقت التحكيم مباريات ب6 حكام ومباراة ب4 حكام. الكلام ده طبعا اكيد ما فيهوش عدالة، فاكيد طبعا. اكيد لما تيجي تطبق الفار لازم تطبقه في جميع مباريات الدوري. فده محتاج حاجات كتير، وانا شفت الانديه طبعا قالت ان احنا في بعض الانديه رد قالت احنا مش هنشارك والكلام دون. فالموضوع لازم يدرس، ولازم ليه امكانيات، وكمان ليه تدريب امير. تدريب طبعا طبعا لازم، تدريب كبير للحكام. انت تعرف ان انا عايز اقول لك على مفاجاه، يعني اتفضل، ان وجود الفار في افريقيا ده كانت تعليمات من الاتحاد الدولي، مش هم اللي طلبوا والله. لان بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت ببطوله افريقيا، لان المشروع ده مشروع الفيفا امير. فعلا فعلا صح صح، فمشروع الفيفا، فهي المشروع الفيفا عايز تحافظ عليه. طبعا حصل دروب في افريقيا كبير. فكان تواجدهم، وعايز اقول لك ان مدير المشروع اللي هو مشروع الفار ده موجود من ضمن مع الحكام اللي موجوده اللي جابوها من اوروبا، حكم هولندي وحكم فرنسي. موجود المسؤول الاسباني اللي هو مدير الفار، فدي كانت تعليمات من الفيفا، لان حصل دروب في بطوله افريقيا زي ما احنا شفنا يعني. بالظبط. فالموضوع مش كبير، ومحتاج تدريب كتير كمان للحكام. يعني بعد اللي انا قلت لك الامكانيات وكل ده، انت محتاج تدرب الحكام مش على الاقل. انت بتقول لي يا كابتن يعني بتقول لي ممكن 5 سنين نشوف الفار في مصر، وما اتحاد الكره السابق كان طلع قبل كده قرار وابلغ ادارات الانديه ان هيكون في تطبيق لتقنيه الفار مع النص الثاني او مع الدور الثاني من بطوله الدوري، وطبعا ده ما حصلش. القرار ده طلع على اساس ايه؟ ما تطبقش يا امير، ما انا دي ترجع لهم امير. ما انا ولما اتقال كده انا قلت الكلام ده برضه في ساعتها. قلت من الاستحاله، انا بقول لك اصلا محتاج تدريب. طبعا طبعا، يعني انت لو انت جاهز النهارده الامكانيات اللي انا قلت لك عليها وال9 ملاعب والتصوير، خد بالك ليه تصوير معين يا امير كمان طبعًا. يعني ليه امكانيات معينه في التصوير. انت مش هتشغل فار لو لاحظنا مثلا انت في هدف، لو الهدف اللي اتحسب في مباراه في دور الثمانيه مباراه الجزائر بالظبط وكوت ديفوار، لو لاحظت ان جه اول لقطتين ما كانتش موجوده فيهم فعلا الحاجات. صح 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 كده، صح. وجت لقطه ثانيه من الخلف هي اللي اظهرت فعلا. لو مباراه نيجيريا كمان، الهدف الفرقه اللي كانت بتلعبها نيجيريا مين يا جماعه في دور الثمانيه؟ الكرة اللي جت في دماغ الراجل المدافع ودخلت جون لما راحت لجنوب افريقيا. الهدف التعادل بتاع جنوب افريقيا، اي حد يشوف الهدف في الاول وهله يقول لا هي فعلا اوف سايد، لكن لما الكاميرا الخلفيه فعلا هي جايه هو ده اللي اقصد الهدف دون فعلا. يعني انا اتلخبطت بالظبط، هو الهدف دون نيجيريا جنوب افريقيا. النهارده انت بتتكلم على امكانيات تصوير كمان يا امير. حاجات كتير قوي لازم عشان انت تطبق الفار يعني تبقى موجوده يعني. عشان كده يعني انا هم المفروض ان احنا نبتدي نشتغل فيه من دلوقتي. صح، انا اتمنى يكون الفار موجود. المفروض ان احنا كنا ابتدينا اشتغلنا فيه من زمان يا كابتن ايمن، يعني كان المفروض يعني بصراحه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن ايمن دجيش الحكم الدولي السابق، واتكلمنا معاه في مداخله مهمه جدا على مستوى التحكيم في بطوله الامم الافريقيه. عايز اقرا معاكم كام خبر سريع كده من يورو سبورت عربيه، وبتقول ان الكابتن حسن شحاته رحب بتدريب منتخب
مصر مجددا، وبيستعرضوا ابرز انجازات كابتن حسن شحاته مع الساحره المستديره. طبعا قيمه وقامه كبيره جدا 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 الكابتن حسن شحاته، الراجل اللي شفنا معاه كل حاجه حلوه في الكره المصريه، خدنا 3 بطولات للامم الافريقيه ورا بعض ما حدش كان يتوقع ان تحصل، يعني في التاريخ ما حصلتش في تاريخ افريقيا يعني، واعتقد في العالم كله في اي بطوله قاريه ما حدش خد 3 بطولات ورا بعض. كابتن حسن شحاته فعلا عملها مع منتخب مصر، لكن كل ده هي بتبقى ليها مقاييس مختلفه. يعني ممكن خلاص كابتن حسن شحاته ما تكونش فترته هي الجايه، ممكن تكون فترته ما اعرفش، دي كلها امور هتترتب على وجهات النظر الخاصه ب اعضاء اتحاد الكره القادمين او المسؤولين عن اختيار المدير الفني. عموما هنشوف يعني الامور هتستقر على ايه في النهايه. عايز اروح بسرعه للشروق، مدرب تونس ألان جريس قال اعرف كل شيء عن السنغال وجاهزون للنصف النهائي. طبعا هو يعرف السنغال كويس جدا لان هو كان المدير الفني بتاعهم في بعض السنوات يعني، فبالتالي هو يعرف كل حاجه عن الكره السنغاليه، لكن في نفس الوقت قال ان احنا جاهزين لنصف النهائي، فبالتالي ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق لقياده المنتخب التونسي للتاهل لنص للنهائي ان شاء الله من خلال التغلب على منتخب قوي جدا جدا زي المنتخب السنغالي. وواضح ان تونس جت مع البطوله واحده واحده، ابتدوا بدايه وحشه قوي، لكن بدايه من مباراه غانا عملوا اداء كويس، مدغشقر منطقي ان هم يفوزوا. المباراه اللي جايه مع السنغال هتبقى صعبه جدا، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق يا رب. بالتالي طه ياسين الخنيسي نجم المنتخب التونسي من موقع الكوره بيقول ان احنا سنتسلح بروح لقاء غانا امام السنغال، وفعلا هم كان عندهم روح كبيره جدا. دايما يا جماعه الروح دي مهمه قوي لاي منتخب، مهمه جدا الروح دي اللي بتقدر ان انت تخليك ان انت تكسب اي مباراه حتى لو انت مش مستواك، الروح هي اللي تقودك للفوز بالمباريات حتى لو ده مش يومك يعني. فبالتالي طه ياسين الخنيسي قال احنا هيكون عندنا نفس الروح اللي ما كانت عندنا في مباراه غانا، وعندنا اصرار كبير جدا على التاهل للنهائي ان شاء الله باذن الله، وهيبقى اول مره يتاهلوا، هو اصلا اول مره يتاهلوا نص النهائي من بطوله 2004 اللي خدوها في تونس، واول مره يتاهلوا كمان النهائي طبعا من نفس المده يعني 15 سنه تقريبا يعني. نروح لفي الجول، جمال بالماضي اللي بيعجبني جدا جدا تصريحاته بصراحه، قال ايه؟ بص بقى التصريح ده، قال لك بنجاح من افضل مهاجمي العالم، من افضل مهاجمي العالم. بص هو بيفوق الولد معنويا ازاي، لانه ضيع ضربه جزاء، وشفنا بنجاح عيط قد ايه في الماتش بتاع الجزائر الاخير، الماتش في دور الثمانيه واللي تاهلوا من خلاله بضربات الجزاء مع كوت ديفوار للنصف النهائي. فهو بيخرج بنجاح من حاله الزعل اللي هو فيها بعد تضييع ضربه الجزاء، وكان النتيجه ممكن تحسم 2-0 بدري بدري. فبيقول لك ايه، هو من افضل مهاجمي العالم، تصريح مهم قوي معنويا للاعب ونفسيا بالنسبه لبغداد، وقال ان احنا على بعد خطوتين من الفوز باللقب، وقال ان احنا مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نفوز ببطوله الامم الافريقيه، واحنا واخدين البطوله مباراه مباراه يعني، عامل اداء جيد وعامل منتخب اكثر من رائع. للاسف يوسف عطال الباك رايت عنده كسر في التركوه، فمش هيلعب طبعا بقيه البطوله، لكن باذن الله يكونوا موفقين ايضا في الوصول للنهائي. مبتدا من خلال نجم الجزائر بيقول ايه، مهدي عبيد نجم الجزائر مش الحكم ده، فعلا كان لعيب في الجزائر، قال جاهزون لمعركه النسور، وبيقول ان المنتخب جاهز بكل قوه لهذه المعركه، اكيد نتمنى لهم كل التوفيق. في المقابل رور بيتحدث من خلال يلا كوره مع منتخب او عن منتخب الجزائر، ان منتخب الجزائر المتوازن جدا جدا هيكون عقبه بالنسبه لنا ودعم الجماهير المصريه. رور طبعا مدير فني المنتخب النيجيري، وهو منتظر دعم اخر من الجماهير المصريه بعد دعمهم ليه في بطوله او في مباراه جنوب افريقيا. نروح لبطولات وتصريح لكينيث اوميرو لاعب نيجيريا ومدافع نيجيريا، بيقول ايه؟ بيقول ان علينا الحذر من منتخب الجزائر، وهنستخدم هذه الميزه الاطاحه بهم. قصدهم بانهي ميزه؟ قال ان احنا عندنا عنصر الشباب والخبره، وده هيقودنا ان احنا نتخطى الجزائر، واشاد طبعا منتخب الجزائر. مين ما يشادش منتخب الجزائر في البطوله دي بصراحه، يعني منتخب قوي جدا. لكن في كل الاحوال هنشوف مباراه بكره باذن الله الساعه 9 قويه جدا جدا ما بين الجزائر ونيجيريا، وان شاء الله التوفيق يكون حليف للمنتخب الجزائري. سوبر كوره اليو سي سي قال ايه؟ قال السنغال اصبح قريبا من لقب امم افريقيا، وقال مشكله تونس في طريقه لعبها، ان طريقه لعبها فيها جزء دفاعي بشكل كبير جدا، وعندهم تنوع تكتيكي كبير، فده هيخلق لنا ازمات. وقال ان احنا هنحاول ان احنا نفوز بالبطوله ان شاء الله من خلال التاهل للنهائي، والمباراه هتكون قويه جدا. وقال كمان ان جريس ألان جريس يعرف السنغال جيدا، فده اللي هيصعب المباراه اكتر. السنغال طبعا اول مره توصل للنصف النهائي من 13 سنه، ما كانوش وصلوا كل ده لنصف النهائي لهذا الدور يعني. طيب
نروح لفيتو. فيتو بتقول ايه؟ او ده تصريح للامين جسامة لاعب السنغال، قال ان احنا هنسعى لارباك المنتخب التونسي من شكل الخطط اللي احنا هنلعب بيه والشكل التكتيكي، ومركزين بشكل كبير جدا لهذه المباراة. عايز اروح للوطن سبورت. رئيس بعثة منتخب بنين، وده خبر مهم قوي قوي، رئيس بعثة منتخب بنين يزور الاهرامات. مش هو بس اللي راح كمان رئيس جمهورية مدغشقر راح زار الاهرامات، وكان حريص جدا ان هو يكون متواجد في هذه المنطقة وهذا المكان الاثري العالمي طبعا، وده شيء مميز جدا 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 ان احنا بنحاول نعمل دعاية كمان سياحية لمصر، ودي النتائج المترتبة على استضافة مصر لبطولة الامم الافريقية. ان شاء الله باذن الله النتائج دي هنشوفها خلال الفترة الجاية. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هيكون معنا فقرة حوارية مهمة جدا 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 مع ضيف حلقتنا النهارده الاستاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهوريه، وهنتكلم في تفاصيل كتيره جدا بتخص بطوله الامم الافريقيه. استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في الفقره الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهوريه. استاذ اسامه منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك، انا سعيد جدا بتواجدي في قناه الاهلي، لان قناتنا اللي احنا بنعشقها، وباذن الله نكون ضيوف خير معاكم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله منورنا طبعا وشرفنا، عندنا كلام كتير جدا جدا عايزين نتكلم فيه، وتحديد خلينا نبتدي بالنادي الاهلي. النادي الاهلي دلوقتي في الفتره الحاليه عنده معسكر غايه في الاهميه هناك في اسبانيا، بيستعد من خلاله للفتره الهامه جدا القادمه. مدى اهميه هذا المعسكر والمكاسب منه ايه من وجهه نظرك؟ اولا معسكر النادي الاهلي يعني في التوقيت اللي احنا بنعتبره اهم توقيت لبطوله الدوري العام، انك انت بتستكمل منافسات بطوله الدوري بعد انتهاء بطوله كاس الامم الافريقيه المقامه على ملاعبنا حاليا. استعداد انا شايفه كويس جدا، ان في نوع من التركيز، في نوع من الاهتمام، واخدين الامور بجد. وكلمه بجد دي هنا بتعني شيء ان احنا بنركز قوي، لان مباراتين غايه الاهميه بإذن الله لحسم بطولة الدوري لصالح الأهلي، في منافسة طبعا بتبقى جامدة وشرسة جدا مع منافس قوي بحجم نادي الزمالك اللي بيقيم في نفس الوقت معسكر في قبرص. أنا شايف إن فيه خلص معسكر النهاردة رجع على مصر نادي الزمالك. ما هو الزمالك طبعا هينهي، والأهلي طبعا هيلعب مباراته الأخيرة وهينهي والعودة طبعا للتركيز أكتر في مباراة القمة اللي هي المحلية. أنا شايف إن البطولة المحلية مش هتاخد الأهمية الجامدة جدا بسبب النتائج العكسية لمنتخبنا الوطني الأول، الخسارة والخروج من البطولة الأفريقية، ولكن هي هتدي نوع من الحماس ونوع من التركيز للاعبي الأهلي أو الزمالك لإخراج موسم أنا بشوف يعني بننقص بيه الموسم القروي بتاعنا اللي أنا شايفه من أسوأ المواسم في تاريخ الكرة المصرية فعلا. سواء على مستوى الأندية سواء على مستوى المنتخبات، فإن شاء الله يكون يعني موسم كده ينتهي ونبتدي الموسم الجديد بخير إن شاء الله وبشكل أحسن، ونكون تفادينا السلبيات ونصوب الإيجابيات. هنتفادى السلبيات فعلا؟ لا ده مش بمزاجنا، ده غصب عننا. احنا كل مره نقعد نقول ايه لازم ناخد بالنا من السلبيات في الكره المصريه واداره الكره بالتحديد، ومفيش حاجه بتتغير. يعني روسيا كان في سلبيات قد ايه كاس العالم؟ هي نفس السلبيات اللي تواجدت حاليا، ما اتغيرتش ليه بعد كاس العالم؟ لازم تتغير سواء رضينا او رفضنا، غصب عننا لازم نغير. احنا لا، اصل انت لازم تدخل بقى تتطور صح، وتطور من فكرك ومن عقلك، وما تضحكش على الناس. انت ما عادش ينفع انك تكذب على حد. يا استاذ اسامه، احنا في دول كتيره جدا جدا كانت متخلفه كرويا دلوقتي بقت سابقانه في كتير جدا في افريقيا. يعني اديك ابرز مثل واقرب مثل لينا، مدغشقر. حد كان يعرف مدغشقر في الكوره؟ لا. دلوقتي مدغشقر وصل الدور الثمانيه. انت مدغشقر بتتكلم على منتخب انا بسميه ده طفره من طفرات الكره الافريقيه. تمام. انت بتتكلم على حاجه تانية، انت بلاش تعالى نتكلم على المنتخبات القويه، انت بتتكلم على السنغال ونيجيريا مثلا. الناس دي يا جماعه عملت خطه تطوير بقالهم 8 سنين شغالين فيها. احنا فين من الكلام اللي هم بيعملوه؟ هل انت اقوى من المنتخب النيجيري في تاريخك؟ لا، احنا البطولات هي اللي ادتنا الاهميه ان احنا على القمه. صح. ولكن تعالى قارن نفسك بالكاميرون، بنيجيريا، بغانا، بالسنغال، بكوت ديفوار. انا بعتبرها من المنتخبات المتطوره اللي بتعيد تركيب وبناء منتخبات.
الناس دي ما بتب... يعني ما عندهم مش بيبقوا على اي حاجه. ما بيهمش. جنوب افريقيا اللي كسبتك احنا كنا متوقعين انها تكسب المنتخب المصري. ده الكلام ده بقى بيننا وبين بعض بس الناس لازم تفهمه. الناس يعني جنوب افريقيا ما كناش متوقعين الف بصراحه. يعني مش متوقعين ايه؟ ان احنا نطلع من جنوب. كنا ممكن نيجيريا كنا هنخسر منها جامد، لكن جنوب افريقيا لدرجه جنوب افريقيا كمان اللي كانت عامله مستوى سيء. لا انا ارهنك على ان غالبيه الجماهير المصريه كانت متوقعه الخروج. هقول لك على حاجه، احنا مش جبنا 9 بونت في التصفيات، احنا ما نستحقش منهم الا 3 بونت. صح، احنا مستوانا كان واضح ان احنا سيئين للغاية. فلذلك انت بتتكلم على التطوير في المنتخبات الافريقية، انت لازم تواكب، رضيت ام لم ترضى لازم هتواكب التطوير ولازم تعيد صياغة نفسك. ان ما لحقتش نفسك خلال الفترة اللي جاية دي انت هتعاني سنوات عديدة جدا 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 لحد ما ترجع تاخد مكانتك في القارة الافريقية. طيب احنا كده لازم نتكلم بقى على منتخب مصر. من وجهة نظرك الاسباب اللي ادت للخروج السيء جدا جدا لمنتخب مصر من وجهة نظر حضرتك ايه؟ لا انت المنتخب المصري دوت انا بعتبره افشل منتخب في تاريخ الكرة المصرية. تمام. وعانى من فشل من داخل فشل. اللي هو انت بتتكلم احرجك الناحيه التنظيميه، والناحيه التنظيميه كانت مبهره للعالم كله. العالم كله بيتكلم على الامكانيات وعلى الاستعدادات خلال 4 شهور. سؤال. اذا كنت انت عرفت تعمل بنيه اساسيه في 4 شهور انت مش عارف تعمل منتخب بقالك سنه. ليه؟ لان توقيت اختيار ميعاد البطوله انه يتلعب في شهر 6 انا شايفه ده كان اصعب شيء على القاره الافريقيه كلها. بس البعض شايف ان هو مميز عشان لا مش مميز. لا انا مش شايفه مميز. المميز لما كنا بنلعب في شهر يناير. ليه؟ لان كل الفرق الاوروبيه اللي انت بتلعب فيها بالمحترفين في قمه استعدادها، في قمه لياقتها، في قمه التكتيك بتاعها، والمستوى ماشي. انما انت بتقول لي النهارده انا مخلص بطولات وحققت قمه البطوله الاوروبيه، مثلا لو اتكلمت على محمد صلاح مثلا احنا بنعتبره منتخب لوحده. ودي طبعا من العيوب والسلبيات اللي كانت فينا. طبعا. الراجل اللي خلصه على قمه الكره الاوروبيه وجي ريح وراح البحر وراح صيف وراح ريح جسمه وجالك قبل البطوله، تعال انت قارنه بقيه اللاعبين التانيين. ما هو ساديو ماني، وساديو ماني لعب اول مباراتين مع السنغال، لا ده المدير الفني ريحه. لا المباراه الاولى هو كان موقوف. ما هو كان موقوف، والثانيه كان مريح فيها. لا الثانيه لعب برضه. لعب كام دقيقه من اولها؟ من اول المباراه. من اول المباراه ساديو ماني لعب فيها يعني كم المباراه الاخيره. طيب لما انا بتكلم على الفرق بين اللاعب دوت واللاعب الثاني، ايه الفرق يا جماعه؟ الفرق ان هناك بيتعاملوا مع النجوم بشكل محترم جدا، انما انا هنا ابتديت اهاجم، ابتديت احارب، حصلت عندي مشكله زي مشكله ورده، وكان انا اخطات في حق الكون كله، وحولت نفسي من قضيه فنيه الى قضيه اخلاقيه. وان اللعيب ونتحايل، وقلت حتى اللعيبه لما جت وقفت مع ورده وقالت انا محتاجين ان اللعيب يكمل معانا، لان الموضوع دوت موضوع الميديا لعبت فيه صح ونجحت فعلا. انما انت بتيجي تتكلم عن ايه دلوقتي يا جماعه؟ منتخب مصر ما كانش، انا بعتبره ما وصلش البطوله او جه القاهره. بالرغم من كل الامكانيات اتوفرت لهم، كل حاجه، الاختيارات سلبيه، التكتيك بتاعك وحش جدا، يعني حتى وضع اللاعبين في تشكيلتهم في المباريات كانت من أسوأ الاختيارات اللي في تاريخ الكرة المصرية. فلذلك احنا ما نزعلش، اللي زعلنا ايه؟ ان الناحية التنظيمية كانت ناجحة، فلذلك هنا ظهر الجانب الفني سيء وفاشل جدا جدا. ولذلك ده بقى غضب الناس من المنتخب. فعلا. ولكن طب انت لو قدمت مباراة كويسة جدا قدام جنوب افريقيا وخسرت بهدف جي فينا غصب عننا او بغلطه او بخطأ، ما كانتش الجماهير هتزعل بالشكل ده. لا بس كان هيبقى في زعل برضه، يعني ان انت تخرج من البطوله. بس اعمل حاجه الناس تقول لي، تفتكر لي حاجه. لا قصدك ايجابيه يعني؟ لا ما فيش. فانت اضعف منتخب، اضعف من مدغشقر، اضعف من منتخب بنين. طبعا. اضعف منتخب في البطوله كان هو المنتخب المصري، لانه لما لعب بجد في البطوله من دور ال 16 خسر من اول مباراه. منتخب موريتانيا كان ليه شكل على فكره. منتخب موريتانيا لأول مرة شارك في البطولة زيه زي مدغشقر وزي بروندي مثلا، كان ليه شكل في الملعب، كان بيلعب عنده على الأقل فيه روح، وكان فيه أداء وفي شكل. أنت أنا ما كانش عندنا شكل. إحنا المدير الفني اللي عندنا دوت أنا ما أعرفش اختاروه إزاي، أو إيه يعني الحتة الجهنمية. يا ريتنا كنا خلينا هيكتور كوبر موجود لحد الآن، على الأقل كان هيبقى أفضل فعلا طبعا، وكان هيعرف يعمل مباريات
وينجح فيها حتى بطريقته الدفاعية البايخة اللي ما بتعجبش الجماهير المصرية كان يقدر. عايز أتكلم على حاجة مهمة جدا. جماهير المنتخب الوطني مش دي الجماهير الأصلية، بمعنى لا دي جماهير مختارة ما تعرفش جايبينها منين. لا مش دي الجماهير، لا ما أنا احنا اتفقنا نتكلم بوضوح، احنا بنتكلم بوضوح مع احترام لا كل مش دي الجماهير، لا لا لازم نحترم كل الجماهير، كلهم ناس وطنيين ومصريين ونفسهم ان هم يروحوا. ما قلتش حاجه أوكي. بس مش دي الجماهير اللي تشجع منتخب عشان بتتكلم على منتخب، عايز جماهير عندها حماس واسلوب التشجيع وتحرك اللعيبه، ده ممكن الفرق بس، لكن مش مختارين هم. يعني احنا مثلا 74,000 متفرج في كل مباراه، ال 4000 الجزائري او ال 4000 تونسي كانوا اقوى مننا في التشجيع. هل ده ممكن راجع الاسعار الكبيره للتذاكر؟ طبعا دي كانت اكبر غلطه. دي كانت اكبر غلطه انك انت بترفع اسعار التذاكر للمنتخب. هتستفيد ايه لما في الاسعار العاليه دي ومع ذلك التذاكر كلها بيعت؟ يعني ما تقوليش في تذاكر، بس اللي راح النهارده مش الجمهور العصبي القوي اللي بيشجع وبيؤازر فرقته ويدعم. انا يعني انا عايز اتكلم، احنا كانت في عيوب، الجمهور المتفرج يعني كان جمهور بيتفرج على الماتش، يبقى انا اتكلم على الجمهور الحقيقي. احنا عايزين كان الجمهور يبقى عنده حماس شويه يشجع ازر اللاعبين، اللي طبعا جماهير عاديه. بس والله يا استاذ اسامه، يعني لو حتى لو الجمهور الجماهير المتحمسه واللي بتشد من ازر اللعيبه وكلام من ده، انت اصلا ما عندكش اللعيبه اللي تنفذ، يعني فاهم قصدي؟ لا انا هكلمك على حاجه. البطوله دي خسرت من 3 ل 4 لاعبين كانت عندهم المقدره يحركوا المنتخب المصري. تمام. لاعب برجوله وشخصيه احمد فتحي طبعا، اتكلم على السوليه اكيد، اتكلم على عبد الله جمعه طبعا، واهم لعيب كنت بتكلم عليه كهربا. دول لعيبه عندهم استعداد يغيروا مجرى اي مباراه واي شكل. رمضان، لا انا مش عايز اتكلم على رمضان الصبحي. ليه؟ لان رمضان ده فعلا لعيب له كاريزما معينه وليه توقيتات معينه، ولو جبته من على دكه الاحتياط في اي مباراه ونزلته بيفرق وبيختلف تماما عن اي لعيب. انما اللعيبه اللي احنا اتفرجنا عليها ديت، لا يا جماعه دول حرام ان هم، انا اسف، حرام ان هم نتكلم فنيا، لا ما يشيلوش اسم مصر ولا يشيلوا الشعار ولا الفانيلا، بس 2 أو 3 لعيبه بمنتهى الامانه، طارق حامد، الشناوي، ايمن اشرف، تريزيجيه، يعني كان ماتش كده وماتش كده. يعني ما اتكلم عن 3-4 لعيبه. انا ليه ما جبتش سيره محمد صلاح؟ لان محمد صلاح اتظلم في هذا المنتخب، معهوش حق اللي يساعده، لان مش محمد صلاح اللي يشيل فرقه، ده الفرقه هي اللي تشيل محمد صلاح. لان انا عجبتني مقوله اتقالت من الكابتن ربيع ياسين، قال لك لما كنا بنلعب يقول لك ايه، 6 لعيبه يقدروا يشيلوا 4، انما تيجي تقول لي 3 لعيبه و4 يشيلوا فريق كامل. يا جماعه لا، احنا لم نحضر للمباراه. محمد صلاح ايام كوبر كان هو اللي شايل المنتخب، بس كانت فيه كانت خطه كوبر معتمد على محمد صلاح. نتكلم برضو بوضوح، لان اللعيبه كانت بتساعده. محمد صلاح كان بيلاقي نفسه قدام الجون في اوقات حرجه، وكان بيجيب اهداف جميله، وكان عندنا هدف، كان عندنا لازم نوصل كاس العالم. انما انت بتتكلم على المنظر اللي احنا شفناه، لا ده احنا ما كانش لنا اي يعني أساس. ده اكيد ناتج من خطه المدرب، لان المدرب هو اللي بيوصل اللعيبه. دور المدرب ايه؟ ان هو يوصلهم للمرمى. انا عايز الاهداف، انا عايز اقارن لك مقارنه صغيره بس الناس تفهمنا صح فيها. تمام. لما سياده الرئيس اهتم بالملاعب وبالمنشات والفنادق وبالدنيا، كان بيروح يوميا يشوف الدنيا ماشيه ازاي عشان التنظيم. التنظيم نجح بنسبه 100%. طبعا طبعا. معالي الرئيس رئيس الدولة ده عمل كده، انما معالي رئيس الجبلاية الكابتن هاني بوريدة، مع يعني ما كلفش خاطره ان ينزل يشوف مشاكل منتخبه. اعضاء مجلس ادارة الجبلية ما نزلوش شافوا المنتخب فيه ايه، سابوا الدنيا ماشية بمزاجها، وده الفرق. لما يكون تحديد في ايه؟ طيب عشان يبقى كلامنا محدد، يعني مثلا ايه اللي هم لما كانت عندك المشاكل جوه المنتخب، لانك انت لم تتعلم من اخطاء. بس كان مهندس كاس العالم موجود، ما هو رئيس اللجنه المنظمه اوكي، بس كان موجود في الاوتيل مع اللعيبه ساعه الازمات اللي حصلت في المعسكر. ساعه الازمات كان متواجد مع اللاعبين، كان متواجد وقعد، ما حلوش ليه المشاكل؟ هو حلها بطريقه خاطئه. المشكله لا، نتكلم في حاجه، ما حدث في روسيا تكرر المره دي هنا. فعلا. فندق اللاعبين دون كان عامل زي المزار السياحي. اللي عايز يدخل اوضه اللعيبه كان بيدخل، اللي عايز يروح يتصور يتصور،
اي حد كان بينزل ترانزيت في مطار القاهره كان لازم يعدي على اللعيبه. احنا نجحنا ليه تنظيميا؟ عشان كان في دوله وفي قياده وفي تركيز. وفشلنا فنيا ليه؟ لان ما كانش حد يشرف على اي شيء مع المنتخب. انت المنتخب انت على النهارده انت يزيدك فخر انك انت تلاقي الصحافه العالميه تتكلم عن الاعلام الغربي، الدنيا كلها بتتكلم عليك. تراموس لما جه الجونه وقعد 5 ايام اسبانيا فتحت السياحه الاسبانيه لمصر، شرم الشيخ انا بستغل واحد احنا ما بنحبوش اساسا من يوم اصابه محمد صلاح. فاكر؟ انما الراجل ده عمل لنا دعايه وعمل لنا شغل. ايه اللي بيحصل ده؟ انت طالع لي باعلان اعتذار، طيب المفاجاه ده في اعلان تاني كان معمول لما نكسب البطوله كمان؟ لما نكسب البطوله. طب خليني اقول لحضرتك، اعلان ان انت تكسب البطوله ده يعني انت بتحضر نفسك نفسيا وذهنيا ان انت ان شاء الله لما هتكسب البطوله الاعلان ده هيتذاع، اوكي ده ممكن يبقى مقبول، يبقى مقبول. لكن انت بتعمل اعلان اعتذار حاطط في دماغك انك ممكن تخسر البطوله دي في حد ذاتها كارثه. ما دي المشكله. ولذلك مصر نجحت في حاجه ان هي قدرت تسابق الزمن وتكسب الزمن، لكنها فشلت ان هي تقطع المسافات والمسافات اللي بقصدها المباريات من الادوار دي للادوار دي عشان تقدر تكسب البطوله. ليه كسبنا الزمن؟ عشان كان عندنا دولة هي اللي بتنظم. سيبك من حاجة اسمها رئيس لجنة منظمة ولا تصدق ولا مدير بطولة، مع احترامي الكامل لمحمد فضل الدولة مجهود كويس محمد فضل في الحقيقة، أنا متأكد من الكلام ده، بس المجهود اللي نيجي نتكلم عليه بصراحة. الملاعب اللي اتجددت دي داخل اللجنة المنظمة فيها ايه؟ الكراسي اللي اتحطت في المدرجات داخلها ايه؟ الفنادق اللي اتجهزت هم كانوا داخلهم ايه؟ ال 24 ملعب تدريب اللي اتعملت للفرق كان داخلهم ايه؟ النظام والجمال والاسلوب والتوقيت والمواعيد كان داخل اللجنه المنظمه ايه؟ لا دي دوله. ويا ريت الدوله هي اللي اشرفت فنيا على المنتخب. ده انت مش تكسب بقى كاس الامم الافريقيه، ده انت تكسب كاس العالم. طب هتشرف على المنتخب ازاي؟ ما احنا مش عايزين نفتح في المواضيع. لان في حاجه اسمها الصرامه وفي حاجه اسمها القوه والتركيز. خليني اقول لحضرتك يا استاذ اسامه ان الاختيار من البدايه اصلا كان غلط ان انت تجيب مستر اجيري، واسلوب الاختيار اصلا كان غلط. انت بعت كابتن حازم امام عشان يتفاوض مع مدربين معينين في فرنسا بالتحديد، وانت في روسيا مضيت مع اجيري. هو ده منطق؟ طب ما هو ده انت بتتكلم عليه، انت بتشغل الناس في اتجاه وبتخلص في اتجاه تاني. طيب ايه هي انت يعني انت شاكر اعتراض كابتن حازم امام على القصه دي؟ ايه ده؟ كابتن حازم امام اعترض على المدرب لان هو ده امام، هو كان مكلف بالتعاقد مع مدير فني منتخب مصر. للمعلومه كل اتحاد كره القدم قبل البطوله بشهر كانوا عارفين ان احنا مش هنعمل حاجه في البطوله. انا بتكلم على التعاقد مع المدرب اصلا من البدايه. ماشي ليه انا بقول لك كل اتحاد الكره كان معترض؟ ليه؟ لانه متاكد ان المدرب ده مش في امكانيات ولا طموح المنتخب المصري. هي البطوله دي جت لنا فجاه؟ لا يا جماعه، محدش يصدق الكلام ده. هي جت فجاه تنظيميا في مصر، لكن كده كده ميعادها كان معروف من زمان. انت معروف انها هتتلعب في الكاميرون، طالما ما راحتش الكاميرون هتيجي لمصر، وجت فعلا لمصر. هل احنا ما كناش عارفين ان احنا هناخد التنظيم؟ لا، كنا متاكدين بنسبه 100%. هو اللي مخلي الناس زعلانه ايه؟ انك انت عملت الوليمه جميله جدا، وفي الاخر شويه ملح وشويه فلفل اسمر هم اللي ضيعوا مننا البطوله دي. هي ضيعت البهجه وضيعت الفرحه بتاعت الجماهير. فاحنا كان فشل ناتج من فشل فنيا، انما تنظيميا لا، احنا ملوك القاره الافريقيه ونجحنا وقدمنا، وكل الوعود اللي عملناها للمنتخبات حققناها عشان الدولة هي اللي كانت منظمة. صح صح. طيب الدروس المستفادة من الجانب الفني بالتحديد عشان نتعلم، لو حبينا ان احنا نتعلم، ايه اللي يحصل الفترة الجاية؟ مع الفترة الجاية انت في مأزق جامد جدا. كويس. انت دلوقتي عندك لجنة بتدير اتحاد كرة القدم، ولكن انت عندك التصفيات جاية كأس العالم، عندك التصفيات للأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو للمنتخبات الأولمبية، انت عندك الفتره اللي جايه عايز تعمل جداولك وعايز تعمل بطولاتك ودورياتك وحاجتك. مين اللي هيقوم بالكلام ده؟ ما هو نفس الاتحاد، نفس المدير التنفيذي اللي كان بيطبق للاتحاد هو اللي متواجد معاك. انت بقيت في ازمه. انا شايف التحركات، وانا دي يمكن اول مره
هقولها وانا متاكد من المعلومه دي، انت النهارده بتتصل بالاتحاد الدولي لكره القدم من خلال اللجنه الاولمبيه ومن خلال الوزاره ومن خلال اتحاد الكوره، تمام، ومن خلال لجنه ثلاثيه معموله كويس فيها وزير الشباب والرياضه، فيها رئيس اللجنه الاولمبيه واحد الاعضاء المعروفين رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد الدكتور حسام مصطفى. دول بيعملوا محاولات حاليا مع الاتحاد الدولي بيستفسروا عن امكانيه ان انا امشي اموري لحد شهر 6 اللي جاي 2020 ل 2000 شهر 6 2020 اللي هو موعد انتخابات اتحاد الكوره. اتحاد الكوره كل لا الاتحاد الكوره 2020 2020 معروف ان انتخابات، هو الوحيد اللي ما عملش انتخابات. اوكي بس انتخاباته كلها تكميليه. السنه دي هيبقى فيها انتخابات، يبقى فيها انتخابات للاتحادات كلها. ناجل بدل ما اجي اعمل 3 شهور واقول انتخابات. طيب خليني سريعا اروح لمداخله مهمه جدا جدا مع الكابتن الكبير كابتن نبيل معلول. يا كابتن نبيل مساء الخير على حضرتك. اهلا بيك. مساء النور اسامه، اهلا بيك وبضيفك الكريم. اهلا بيك. يعني طبعا ان شاء الله باذن الله بكره مباراه مهمه جدا للمنتخب التونسي، وحضرتك كنت معايا في مداخله قبل كده وكان في انتقاد طبعا كبير لاداء المنتخب التونسي في اول 3 مباريات في البطوله. ما الذي تغير بالنسبه للمنتخب التونسي عشان يظهر بالمظهر الجيد ده بدايه من مباراه المنتخب الغاني من وجهه نظر حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء سعى شكر كثير للجمهور المصري الكبير والعزيز علينا لمساندته للمنتخب التونسي، وهذا مش غريب على الجمهور المصري، ومشكورين مشكورين جدا 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 أو جدا 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 كما تقولتم المصريين. وإن شاء الله وإن شاء الله رجعوا لكم يا رب. إن شاء الله رجعوا لكم. أنا مساندة كبيرة وشفناها ولاحظناها، وانا متاكد انهم غدوه باش يكونوا مع الجماهير التونسيه اللي رايحه من تونس واللي متواجده في مصر، اكيد باش يكونوا وراء الجمهور التونسي وراء المنتخب التونسي باذن الله. مؤكد. الشيء اللي تغير امير معناها اللي قلته، وانا تتذكر معناها راهو الكوره ما تحبش الفلسفه، الكوره صح هي ماهيش على المسيح لكن فيها اساسيات ما يلزمكش تبعد عليها. واللي ركزت عليه انا في البدايه قلت الكوره راهي ماهيش اسامي، نفس المشكل اللي اعترض المنتخب المصري اعترض المنتخب التونسي، ولو ان المنتخب المصري في 3 مباريات لكن نوعيه اللعب كانت اقل من المتوسط بالنسبه للمنتخب المصري. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب التونسي اللي نوعيه اللعب والنتائج في نفس الوقت، الحمد لله انه ترشحنا بثلاث تعادلات لكن مستوانا الفني كان اقل من المتوسط، لانه ما كانوش اللاعبين اللي يلزمهم يلعبوا موجودين في التشكيله الاساسيه، وما كانتش الطريقه المثلى اللي تتماشى مع امكانيات اللاعبين. اضف الى ذلك يعني نصف الملعب اللي ممكن كان وراء ترشح المنتخب التونسي للمونديال وعمل معناها مسيره متميزه جدا كان متغير شويه نوعا ما في المراكز وفي اللاعبين. يعني دخول فرجاني ساسي اعطى اللمسه الفنيه اللي كانت نفسها للمنتخب التونسي والربط بين الخط الخلفي والخط الامامي، وفي نفس الوقت الكلام قلته انا في الشوط الاول بعد المباراه الاولى في نفس الوقت ما تنجمش منتخب تونس ما تلعبش معناها براس حربه كلاسيكي راس حربه باتم معنى الكلمه، لانه يعني يوسف المساكني وهبي الخضري نعيم السليتي والبدري عندهم نفس المواصفات نفس الستايل، كل واحد منهم يحب الكره في رجليه. لا انت في حاجه الى راس حربه اللي يطلب في العمق اللي معناها بدنيا على مستوى عالي جدا، اللي اول ما يخسر الكره يعمل معناها بريس على حامل الكره، هذه مواصفات موجوده في ياسين الخليفي. يعني التغييرين اللي وقعوا دخول ياسين الخليفي ودخول معناها فرجاني ساسي هم اللي يغيروا، ومع تغير في تمركز اللاعبين في خط وسط الميدان غير وجه المنتخب كليا ورجع يلعب كما كان يلعب معناها قبل البطوله امام افريقيا. طيب مواجهه المنتخب السنغالي غدا ان شاء الله مباراه صعبه جدا، ايه المطلوب من المنتخب التونسي عشان ان شاء الله يستمر في مسيرته باذن الله باذن الله يوصل المباراه النهائيه؟ صعبة جدا جدا، أصعب مباراة طبعا معناها كل اختبار حقيقي بالنسبة لنا احنا المنتخب التونسي، لأنه لو تتذكر أنا قلت معناها من المنتخبات اللي ممكن تفوز وتلعب الأدوار الأولى هي المنتخب السنغالي من ضمن المنتخبات. المنتخب السنغالي نقطة قوته يعني في المهارات الفردية اللي موجودة عنده سواء في الخط الخلفي أو في خط وسط الميدان وخاصة في خط الأمامي، وجود ماني وجود بالدي ونيانغ معناها في راس الحرب. اول حاجه بالنسبه للمنتخب التونسي هو عجز خط وسط الميدان على الثلاثي اللي موجود في الخط الامامي، يعني ماني وبالدي ونيانغ عزلهم تماما. يعني دائما حامل الكره لازم تلقى عليه 2 لاعبين
اذا كانوا مش اكثر ما يحاولوش يخليوا الكره توصل بسهوله من الخط الامامي. هذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه ثانيه نعرفوا انه معناها مراوغات كبيره عن تواماني ولا بلدي في الجهه اليمنى وفي الجهه اليسرى، لازم تكون هناك زياده عدديه دفاعيه مع الاظهره التوانسه سواء الحدادي موجود على الجهه اليمنى وكشريده ولا الفيديو لما يكون في الجانب، لازم اللاعبين يعني في الجانب يحاول يعاضد الظهير الايسر اللي باش يكون جنبه لانه لاعب وسط ميدان في عمق وسط ميدان موجود في الجهه اليسرى كلاعب ارتكاز، وغلال الشعلادي يكون متكاز ودائما يحاول يعمل زياده عدديه على اللاعبين هذوما. زيد على ذلك معناها نعرفوا ان قوه المنتخب السنغالي تكمن في القوه البدنيه الهائله للاعبين او اللي يوصلوا في فرق كبيره. احنا نحاولوا نتفاداو، نحاولوا نلعبوا باقل لمسه ممكنه، ما ندخلوش في اللعب نتاعهم والثنائيات اللي يحبوا يدخلونا فيهم، نحاولوا ما ندخلوش في الالتحامات معاهم، هذا اهم شيء بالنسبه لنا احنا مع التعويض على مهارات بدنا سكن يوسف المساكني وهب الخضري نعيم السبيتي الخميسي بالمهارات الفرديه الفنيه اللي ان شاء الله قادرين تعطي فيها الفرق، لكن مباراة صعبة جدا جدا طبعاً على المنتخبين الاثنين. أكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي في هذه المباراة، لكن سريعا عايز أتكلم في المقابل على المنتخب الجزائري وعنده مباراة أيضا قوية مع المنتخب النيجيري، كيف ترى هذه المباراة في ظل أن المنتخبين بمستوى عالي جدا جدا على مدار البطولة كلها؟ صح صح، أنت جاوبت معنا على السؤال أنه المنتخبين الاثنين على مستوى عالي جدا وعندهم نفس الحدود 50-50، منتخبين الاثنين تألقوا من بداية الدورة إلى حد الآن، يعني نتمناه بكل معناها جوارحنا أنه المنتخب الجزائري يترجح ويروح للنهائي مع المنتخب التونسي، لكن المهمة معنا صعبة جدا بالنسبة للمنتخبات الأربعة وصعبة أنك تأخذ تتكهن مين يكون الفاينل مع تمنياتنا أنه يكون المنتخب التونسي والجزائري إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. كابتن نبيل أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كان معنا طبعا النجم الكبير والمحلل الكبير ونجم منتخب تونس ومدرب منتخب تونس السابق كابتن نبيل معلول، واتكلمنا على مباراة تونس وأيضا كمان مباراة الجزائر. تعليق حضرتك سريعا على المباراتين بكرة إن شاء الله، تتوقع مين اللي يوصل النهائي؟ هي المباراة الأولى هتكون الساعة 6 إن شاء الله طبعا، اللي هتلعب فيها الجزائر على ما أعتقد مع نيجيريا الأول. لا تونس والسنغال الساعة 6. إذا فازت تونس على السنغال الجزائر هتكسب نيجيريا نفسيا يعني، ده من غير أي من يعني من جادل فيها نهائيا، هتدي دافع معنوي كبير. ولكن أنا عجبني بس كابتن نبيل معلول إن الراجل ده هادي جدا في كلامه وفاهم وبيحلل 10 على 10 طبعا. وكان عجبني تصريحاته عن المنتخب المصري في البطولة، وكان هو كان يعني متفائل اكثر مننا. لكن انا في نقطه عايز اقول عليها، اليو سي سي المدير الفني لمنتخب السنغال بيؤدي المباراه كيفما شاء وبيلعبته بتفرض مستواها، حتى بالرغم ان هم خسروا من الجزائر في المباراه الا ان منتخب السنغال بيفرض سيطرته من بدايه المباراه لنهايتها حسب رؤيتهم صح. ولذلك انا بيعجبني الكابتن نبيل في كلامه ان احنا لابد ان نضع الخطط الدفاعية المحترمة المناسبة لإيقاف خطورة لاعبي السنغال صح. غير كده هيكون أنا شايف أن تبقى صعبة جدا علينا أن يعني أن يتم المرور من السنغال بسهولة. تتوقع مين يفوز باللقب أخيرا؟ احنا كلنا بنتمنى أن يكون اللقب عربي بإذن الله. إنما التوقع لا، هتلعب نيجيريا والسنغال النهائي. إنما يا رب الكلام يطلع غلط ونشوف الجزائر وتونس هم اللي بيلعبوا النهائي ويكون النهائي عربي جميل بإذن الله. بس في نقطة عايز أقول عليها، هذه البطولة لم تشهد أي اختلافات أو مشاكل من بدايتها لنهايتها بإذن الله فعلا. ودي بطولة ناجحة جدا جدا جدا. ليا طلب صغير فضل. أتمنى أن بكاري جسامة عدو الأهلي ما يكونش عدو للمنتخب العربي بكره. لا هو عدو لكل المنتخبات العربيه وكل ما احنا بنقول ربنا يسترها على المنتخبات العربيه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ اسامه صقر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. انا المتشكر جدا، وان شاء الله يعني نتكلم في موضوعات اكتر في الفتره اللي جايه. نورنا تاني باذن الله. متمنيا ان الجماهير تعود للدوري المصري. يا جماعه ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، دي كانت فقرتنا الثانيه من حلقه الكلام في ميديا النهارده. نورنا وشرفنا استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهوريه، واتكلمنا في ملفات عديده جدا جدا جدا. استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله من نفس البرنامج. الى اللقاء.